بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في استوديو الابطال. النهارده عندنا ثلاث جولات، يوم حافل بالاحداث الرياضيه. اول مباراه كره الطائره رجال الاهلي وطنطا في دور ال 16 لكاس مصر. المباراه ستقام في تمام الساعه الرابعه على صاله الامير عبد الله الفيصل بمقر النادي الاهلي بالجزيره. بعد كده هنروح للجوله الثانيه او الحدث الثاني، وهيكون كره سله. كره سله رجال الاهلي وسموحه في الدور او في الجوله القبل الاخيره في الدور الترتيبي لدوري السوبر لكره السله رجال موسم طبعا 21-22. المباراه ستقام الساعه السادسه على صاله الامير عبد الله الفيصل بمقر النادي الاهلي بالجزيره ايضا. الجولة الثالثة بإذن الله هتكون كرة اليد، النادي الأهلي والبنك الأهلي في الجولة الثالثة في الدور الثاني في دوري المحترفين لكرة اليد موسم طبعا 21-22. المباراة ستقام الساعة الثامنة بإذن الله على صالة الأمير عبد الله الفيصل. النهاردة عندنا يوم كبير جدا من الأحداث، ونتمنى التوفيق والفوز لكل فرقنا الرياضية. في البداية طبعا قبل ما نروح لمباراة الكرة الطائرة الأهلي وطنطا ونتناولها فنيا وتحليليا من كل الجوانب، بحب ارحب بضيفي اللي منورني في الاستوديو كابتن كريم جمعه، كابتن النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق. اهلا بك يا كابتن كريم. اهلا بك كابتن هيثم، وان شاء الله تكون مباراه ليك باسم النادي الاهلي ان شاء الله النهارده. ان شاء الله. يمكن الدوري يعني مؤقتا تم اغلاق صفحته يعني حتى الانتهاء من ادوار الكاس والوصول اللي مش نهايته، هيبقى بعض الادوار في الكاس تقريبا هيقف عند كل دور قبل النهائي. شايف المباراه النهارده ازاي؟ طنطا تاهل ازاي والاهلي تاهل ازاي؟ يعني كلمنا عن مباراه النهارده كابتن كريم. يمكن النهارده مباراه النادي الاهلي مع نادي طنطا في دور ال 16 في من كاس مصر. النادي الاهلي في دور ال 32 استطاع ان هو يفوز على نادي جزيره الورد في المنصوره بنتيجه 3-0، ونادي طنطا استطاع ان هو يفوز على نادي الاعلاميين في دور ال 32. فالنهارده ان شاء الله يعني يمكن دي اخر محطه للنادي الاهلي قبل الدور، قبل النهائي للدوري، ان يقف على العوامل الفنيه والبدنيه للعيبه قبل مباراه الاسبوع الجاي ان شاء الله الدور قبل النهائي. فيمكن دي اخر مباراه في النطاق الرسمي لفرقه النادي الاهلي قبل المباراه الحاسمه في الدور قبل النهائي ان شاء الله في الدوري باذن الله. طب كابتن، يعني طنطا بيلعب دوري ممتاز وبرده يعني ما توفقش ان هو يصعد للدور اللي احنا هنلعب فيه. يمكن هو هيلعب على تحديد المراكز بعد خروجه من مجموعته، يعني مش عارف احتل الترتيب الرابع او الخامس، يعني انا مش متذكر في المجموعه بتاعته. بس طنطا بيضم يعني فرق عدد من اللاعبين الجيدين بدليل انه استطاع انه يفوز على الاعلاميين اللي كانوا معانا في مجموعتنا، والاعلاميين من الفرق اللي عملت يعني ماتشات يعني مش وحشه في مجموعه النادي الاهلي. شايف النهارده طنطا عنده طموحات ولا شايف الامور ممكن تكون صعبه على فريق طنطا؟ يمكن نادي طنطا السنه دي ما قدرش ان هو يتوفق في ان هو يلعب في ال 12 اللي فوق، فبالتالي هيلعب على الهبوط السنه دي. فيمكن هو محطوط في موقف صعب قوي السنه دي، ان هو كان من التارجت بتاعه ان هو يلعب على ال 12 اللي فوق، دلوقتي هيلعب في ال 12 اللي تحت. بس انا شايف ان المباراه النهارده هتكون رايحه لاتجاه النادي الاهلي طبعا، ان النادي الاهلي دوافعه في كاس مصر اعلى بكتير من نادي طنطا، ان احنا ما استطعناش ان احنا نفوز بكاس مصر السنه اللي فاتت. فطبعا الدوافع عند النادي الاهلي، النادي الاهلي عمره ما يخسر بطولتين ورا بعض، فكاس مصر من الحاجات المهمه قوي للنادي الاهلي السنه دي ان هو يستطيع ان هو يفوز بيها، ان احنا خسرنا كاس مصر السنه اللي فاتت. فطبعا عين كابتن محمد مصلحي طبعا على كاس مصر طبعا بخلاف الدوري. يعني النهارده مباراه هتكون للنادي الاهلي اهم بكتير قوي من نادي طنطا، ان يقف على الجوانب الفنيه والبدنيه للعيبه قبل مباراه طبعا الدور قبل النهائي للدوري باذن الله. طب اقول لك يا كابتن، يعني برضو عين على الفرقه، هل الاصابات كان عندنا مركز ثلاثه؟ الحقيقه كان عندنا اصابات كتيره، كان عندنا عادل، كان عندنا سعودي، وعرفنا بعد كده ان عبو عنده رشح في الركبه. طمنا على المركز ده، ان سبحان الله الاصابات اغلبها جاي في المركز ده. اكيد طبعا، يمكن احنا في مركز ثلاثة كابتن محمد مصلح حتى في مباراه الدوري كان في محطوط في موقف صعب قوي، ان هو كان عنده في مركز ثلاثة اثنين لعيبه بس هما اللي موجودين، ما لهمش تغيير. يعني لا قدر الله في اي مباراه اي حد منهم اتصاب كان هيبقى في موقف صعب قوي، ان هو بقى هيضطر ان يصعد حد من الناشئين او يغير حد في مركزه. بس يعني انا شايف عبد الرحمن سعودي خلاص في المرحله الاخيره من التاهيل، خلاص فك الجبس. يعني خلاص نزل الملعب. بس طبعا يعني كابتن محمد مصلح مش عايز يدفع بيه طبعاً مره واحده، يعني تدريجيا. نفس الكلام محمد عادل، يمكن محمد عادل في رجوعه حصل موضوع عبه عب. فان شاء الله باذن الله يعني مباراه النهارده بس نعديها على خير باذن الله، يكون الاربع لعيبه بتوع مركز ثلاثة ان شاء الله في مباراه الدوري او في الدور قبل النهائي ان شاء الله يكونوا جاهزين باذن الله. المحترف بتاعنا جاهز يا كابتن؟ اكيد طبعا، يمكن النهارده اول مباراه رسميه بعد عوده اللعيب المحترف بتاعنا هيكون موجود في السكواد النهارده. ف
فدي طبعا دفعه قويه جدا للفرقه ككل، ان اللعيب المحترف فرصه الجمهور يتفرج عليه. يمكن يعني أكيد ما اتفرجناش عليه خلال مبارياتنا اللي فاتت لانه كان في امريكا، بس جارت اول مباراه ليه النهارده ان شاء الله. اكيد يعني النهارده هتبقى اول مباراه ليه رسميه بعد العوده من امريكا، فطبعا كابتن محمد مصالح هيكون حاطط في عين الاعتبار ان هو يشارك اللعيب طبعا النهارده عشان يدخله في حساسيه المباراه والفورمه بتاعه المباريات، عشان هو هيبقى محتاجه طبعا في الدور قبل النهائي. ان الدور قبل النهائي ان شاء الله في الدوري عندك هتلاعب بتروجيت فرقه قويه، هتلاعب نادي الجيش فرقه قويه، فانت طبعا مش وحشه برضه. طبعا يعني الثلاث مباريات هتكون قويه جدا، فانت هتبقى محتاج لكل العناصر، وبخلاف طبعا المحترف لازم يكون جاهز للمباراه دي طبعا. طيب اعزائي المشاهدين خلينا نطلع لفاصل سريع وارجع لحضراتكم عشان نكمل تغطيتنا المستمره. الاهلي وطنطا في كاس مصر كره الطائره رجال، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم جديد، وبفكركم تاني او بفكر حضراتكم تاني ان شاء الله مباراه ستقام الساعه الرابعه الاهلي وطنطا في دور ال16 كاس مصر كره الطائره رجال. اللي مش هيقدر يتفرج على شاشه قناه النادي الاهلي يقدر يتفرج معانا على البث المباشر على صفحه الفيسبوك وايضا يوتيوب شانل. خلينا نروح لمراسلنا من ارض الملعب محمد توفيق من صاله الامير عبد الله الفيصل، ينقل لنا احداث او ينقل لنا اجواء ما قبل المباراه. اتفضل يا محمد. انت حتى حضرتك وضيفك كريم في الاستوديو كابتن كريم جمعه والكل مشاهدي متابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان، تجدد اللقاء وجوله جديده من جولات الاستوديو التحليلي مباراه الاهلي وطنطا في اطار مباراه دور ال 16 من مسابقه كاس مصر لرجال كره الطائره. كل التوفيق طبعا للنادي الاهلي باداء مباراه كبيره ان شاء الله. يمكن النادي الاهلي وصل لهذه المباراه بعد التغلب على جزيره الورد بثلاث اشواط نظيفه، فيما وصل طنطا لهذه المباراه بعد الفوز على الاعلاميين بثلاث اشواط مقابل شوطين. من كابتن هيثم النهارده النادي الاهلي كلمت مع كابتن محمد مصالح المدير الفني للفريق، قال ان هو بيخش بكل قوه الضربه للفريق واللاعبين الاساسيين لضمان تحقيق النتيجه، طبعا لضمان تجنب مفاجات بطولات الكاس في مختلف الرياضات خاصه في الكره الطائره. كمان يمكن النهارده اهم الغيابات النهارده عن فريق النادي الاهلي عبد الحليم عبو للاصابه، وطبعا احمد سعيد ومحمد عطران للاصابه بفيروس كورونا. على الجانب الاخر يمكن طنطا منافس فريق النادي الاهلي اليوم، الفريق بيخش كامل لاعبين ما فيش اي غيابات فيهم. يمكن المدير الفني للفريق كابتن حسين ابو العز ده المدير الفني للفريق منذ 6 سنوات، يمكن غاب عن الفريق لمده 6 شهور قبل بدايه هذا الموسم، ولكن عاد مره اخرى للقياده الفنيه للفريق. يمكن بيتكلم معاه ان بقالهم 6 سنوات في الممتاز الف، طبعا الموسم اللي فات انهوا في المركز ال 18 في الدوري الممتاز. السنه دي كمان فريق طنطا بينافس على المراكز من 13 ل 24 في مسابقات الدوري الممتاز ايضا. يمكن الفريق جلب 7 صفقات استعدادا لهذا الموسم، هنشوف كلهم معظمهم النهارده موجودين في مباراه الاهلي. طبعا اتكلمت عن طموحه واهدافه المباراه، قال طبعا يعني اللعب مع النادي الاهلي في حد ذاته مكسب، ولكن طبعا بيطمح ان احنا نأدي مباراه كبيره، ربنا اراد وحققنا الفوز، وده طبعا كان لكل لاعبي طنطا وجماهيرهم طبعا يبقى حاجه كبيره امام النادي الاهلي ما حققناش الفوز، فشرف لينا هي المنافسه امام النادي الاهلي في دور ال 16. يمكن الفائز ان شاء الله من هذه المواجهه كابتن هيثم بالثناء الفائز ان شاء الله من سبورتنج وبني سويف، ان شاء الله يكون الغلبه للنادي الاهلي ويقابل الفائز في المباراه القادمه باذن الله في دور الثمانيه. يمكن الاتحاد المصري لكره الطائره اعلن بالامس جدول زي ما بنقول الدور قبل النهائي من مسابقه الممتاز الف رجال. يمكن ان شاء الله المباراه هتبتدي من يوم السبت 5 فبراير القادم وتنتهي في 22 فبراير بنظام ان المباراه كلها تلعب سبت وثلاث باذن الله. يمكن النظام الجديد بيعمل لاول مره ان كل المباريات هتلعب على ال6 صالات بتاعه الفرق المنافسه بواقع صاله مختلفه في كل جوله. ان شاء الله نتمنى التوفيق للنادي الاهلي في بطوله الدوري وكمان بطوله الكاس اللي بيقابل فيها طنطا النهارده، مع كامل امنياتنا ان شاء الله ان النادي الاهلي يبقى دائما وابدا في المقدمه. يمكن مش شايف حضرتك طبعا شايف عمليات الاحماء للفريقين، يمكن هنا من صاله الامير عبد الله الفيصل نقلنا ليك كل الاجواء وكل جديد. كلمه ليك كابتن هيثم السعيد. محمد طب عايز اسالك سؤال، يمكن انا شايف الفرقه اتاخرت او الفرقه اتاخرت في الورم اب يعني احنا او التسخين، احنا النهارده الساعه دلوقتي 3:45 الا ربع يعني 3:45 دقيقه، هل ربع ساعه انت شايف كافيه عشان تنطلق المباراه في ميعادها، ولا ممكن يكون في تاخير 5 دقائق 10 دقائق؟ لا ان شاء الله المباراه تبتدي ان شاء الله في ميعادها كابتن هيثم. يمكن اتكلمت مع كابتن محمد مصيحي، فطبعا النهارده يمكن اليوم طويل جدا، مشاهدين قناه النادي الاهلي النهارده محظوظين معانا، النهارده البدايه مع الاهلي وطنطا، بعد كده كمان الاهلي وسموحه في الباسكت، والنهايه بالاهلي والبنك الاهلي في كره اليد. يمكن طبعا انت عارف صاله الامير عبد الله الفيصل، يمكن جدول الصاله مزحوم جدا بتدريبات الفرق المختلفه. يمكن كان في فريق الشباب لكره اليد كان بيسبق احداث المباراه، كان في تدريب على الصاله، لكن الفريق يمكن كابتن محمد مصيحي اتكلمت معاه لا الفتره كافيه جدا، يمكن نزلوا قبل بدايه المباراه ب 25 دقيقه اجراء عمليات الاحماء، وباذن الله المباراه تجرى في ميعادها كابتن هيثم، ويتمتع بقى كل جماهير النادي الاهلي زي ما يتمتعوا مع حضرتك كل استوديو التحليل الابطال بكل مبارياتنا النهارده، وان شاء الله يعني نتمنى الفوز للنادي الاهلي في 3 مباريات.
محمد توفيق مراسلنا من ارض الملعب صاله الامير عبد الله الفيصل. بشكرك شكرا جزيلا. يمكن زي ما حضراتكم شفتوا الاجواء، شفتوا الملعب، زي ما قال زميلي العزيز محمد توفيق، قال طبعا في ثلاث مباريات النهارده، وكان قبل ثلاث مباريات كان في تمرين كره اليد سيدات، يعني الصاله ما فيش وقت فاضي، ساعه كل ساعتين حدث، وهو ده النادي الاهلي، وهي دي يعني عظمه النادي الاهلي في الالعاب الاخرى. خلينا نطلع لفاصل اعزائي المشاهدين ونرجع نكمل كلامنا الفنيه وتحليلنا، ونستعرض مع حضراتكم اسامي الاجهزه الفنيه واللاعبين، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. كابتن كريم، يعني يمكن يبدو ان التحدي الكبير للاجهزه الفنيه خلال الفتره دي هي الغيابات، واضح ان هيبقى كورونا ضيف معانا شويه اليومين الجايين دول، وممكن في اي مباراه يعني يغيب عنك لعيب او اثنين، زي النهارده احنا غايب عندنا عصران واحمد سعيد كورونا، فواضح انه هيطول معانا الموضوع ده وهيبقى ازمه لكل مديرين فنيين. اكيد طبعا، يمكن كابتن محمد مصلحي بيواجه طبعا ازمه الاصابات اللي حلت في الفرقه الفتره اللي فاتت، بخلاف طبعا فيروس كورونا. يعني احنا دلوقتي عندنا محمد عصران واحمد سعيد، الاثنين عندهم ربنا يشفيهم ويرجعهم بالسلامه، عندهم كورونا، فيمكن الموضوع دلوقتي بقى صعب جدا. يعني انت ممكن تكون حاطط عينك على المجموعه اللي هتلعب، وفجاه لعيب يتصاب بفيروس كورونا، فطبعا كابتن محمد مصلح في موقف بيبقى صعب جدا، بخلاف كمان ان انت داخل على الدور قبل النهائي لمسابقه الدوري، فانت هتبقى محتاج كل العناصر الاساسيه موجوده معاك، بس طبعا يعني المرض احنا ما نقدرش نتدخل فيه طبعا، ربنا يرجعه. وعبد الحليم عيب وكمان غايب عشان رشح الركبه لسه بيعمل تقوياته. طب كابتن، خلينا نستعرض مع الساده المشاهدين الجهاز الفني لطائره رجال الاهلي، ونستعرض برضو اللاعبين، بس نبتدي الاول بالجهاز الفني. اتفضل يا كابتن. الجهاز الفني لطائره رجال الاهلي، كابتن محمد مصلحي مدير فني، كابتن تامر مجدي مدرب عام، كابتن محمود جمعه مدرب، كابتن خالد ابو زينه مدير اداري، كابتن ايمن علي اداري، دكتور ايهاب فخر الدين طبيب، دكتور سامح ظلام علاج طبيعي، دكتور حسن عبد المجيد مخطط احمال، كابتن محمود الوزير محلل تقني، عبد الرحمن مكي مدلك، احمد رشاد مهمات. يمكن التفاهم ما بين الجهاز الفني وبعضه واضح الصراحه في كره الطائره، في تفاهم وفي هارموني وفي زي ما بتقول يعني رؤيه، يعني الجهاز الفني في كره الطائره عنده فيجن، حتى اللعيب اللي بيرجعهم الاعاره عنده رؤيه فيه. شايف الكلام ده منطبق بشكل كبير على الجهاز الفني لكره الطائره؟ اكيد، يعني في تناغم ما بين كابتن محمد مصلحي وكابتن تامر تايجر وكابتن محمود جمعه، يمكن هما الهارموني دي جايه من هما كانوا زمايل ملعب، يعني نعم. يعني كابتن تامر تايجر وكابتن محمود جمعه وطبعا كابتن ميدو هما زمايل ملعب في الاول، فطبعا الهارموني او التناغم ما بينهم ده ظاهر طبعا في الملعب، يمكن هم اخوات اكبر للعيبه، يمكن احمد صلاح وعبد الله عبد السلام زملهم كمان في الملعب، فده ده بالتالي يعني منطبق او ظاهر على اللعيبه وعلى الجهاز الفني طبعا في النادي الاهلي، ان كابتن محمد مصلحي وكابتن تامر تايجر وكابتن محمود جمعه قادرين ان هم يكونوا عاملين توليفه السنه دي قويه جدا، وده ينطبق كمان في اوضه اللبس، يعني اوضه اللبس تحس ان في حب، يعني هم اسره واحده، يعني هم فعلا أسرة واحدة، يعني بيتجمعوا قبل التمرين بدري مع بعض، لو في تمرين الصبح أو تمرين بعد الظهر هم قاعدين طول اليوم مع بعض في النادي، ما حدش بيخلص تمرينه وبيمشي، فده إن يدل عن حب اللعيبة وحب الجهاز الفني لبعض. طب كابتن، يمكن جالنا التشكيل النهائي للفريق، يمكن يعني هستأذن حضرتك أنا هقوله، ولأن هو جاي لي لأن اتعمل له أبديت، لأن طبعا محمد عصران ربنا يشفيه خارج التشكيل، والتشكيل كان جاي لنا فيه محمد عصران. خليني أقول لحضرتك، في جاريت سميث اللاعب الأمريكي المحترف، ده طبعا رقم اللاعب رقم واحد، في عبد الله عبد السلام كابتن الفريق ونجمنا الكبير الأسطورة بتاعتنا رقم اثنين، أحمد صلاح رقم أربعة، عندنا عبد الرحمن سعودي رقم خمسة، عندنا عبد الرحمن الحسيني رقم ثمانية، عندنا محمد عادل سلامة رقم 10، احمد محمد عبد العال رقم 11، حسام يوسف رقم 12، يوسف محمد سعد الدين 14، عندنا احمد محمد قطب 15، محمد عبد المحسن رقم 16، حمزه حمدي الصافي رقم 19. هنا يا كابتن، مين اللي دخل مكان عصران؟ يمكن محمد عبد المحسن في مركز هيبقى يوسف مرجان مكان يوسف مرجان. يوسف مرجان، بس يوسف مرجان كان موجود في التشكيله الاولانيه معانا، يمكن خلينا نقولها من تاني كده، معلش هستعرضه معاك تاني، وحضرتك ممكن ايه يعني نعلم على الاسامي جاتين. عندنا الامريكي جاريت طبعا هو موجود طبعًا. عندنا عبد الله عبد السلام موجود، عندنا احمد صلاح موجود، عندنا عبد الرحمن سعودي موجود، عصران مش موجود لان كانت كورونا ربنا يشفيه، في عندنا الحسيني موجود، عبد الرحمن الحسيني، في محمد معوض الليبرو، محمد لا ثانيه واحده، عندنا
عبد الرحمن الحسيني تمام، في بعديه لا عبد الرحمن الحسيني، في محمد عادل سلامه، محمد عادل مركز 3، في عندنا عشرة. حسام يوسف، حسام يوسف حسام يوسف هنا حسام يوسف ما كانش في التشكيله الاولانيه يا كابتن. حسام يوسف ما كانش موجود، حسام يوسف اللي دخل مكان محمد عصران. بالظبط حسام يوسف اللي دخل مكان محمد عصران، والتشكيل قلناه لحضراتكم. يبقى كده رؤيه حضرتك كانت صح، هو كان هيشوف هيحطه في مكان مين، او هيبقى هيستغل المكان الفاضي ده، خاصه ان عصام بيلعب في مكان مركز 4، مركز 4 مظبوط، فهو استغل المكان ده وحط حسام يوسف. اكيد طبعا يمكن فكده بيلعب النهارده بثلاث صناع العاب، يعني ثلاث صناع العاب طبعا، يعني عشان الموقف اللي اتحط فيه طبعا اصابه محمد عصران واحمد سعيد طبعا بفيروس كورونا، فدخل حسام يوسف ويوسف مرجان وعبد الله عبد السلام في تشكيل النهارده ان شاء الله. تمام، والليبرهات محمد معوض، محمد رمضان، والجهاز الفني زي ما حضرتك استعرض. طب كابتن استاذن حضرتك برضو، طنطا نادي طنطا لازم نستعرض الجهاز الفني واللاعبين، استاذن حضرتك تستعرضهم مع الساده المشاهدين، اتفضل يا كابتن. قائمه نادي طنطا، كابتن حسين سعيد مدرب، كابتن وائل فاروق مدرب، كابتن احمد محمد احمد ابو العينين مدرب مساعد، كابتن احمد السيد ممرن، دكتور محمد فايز طبيب، اللعيبه احمد محمد عبد الفتاح في الاداري، كابتن محمد عبد الاحد درويش الاداري، كابتن طبعا. محمد عبد الاحد درويش الاداري، لعيبه كابتن احمد محمد، حضرتك تستعرض اللاعبين بقى، اللعيبه احمد محمد، كابتن حسام احمد، محمد الشناوي، احمد خالد، ايهاب علاء، محمد خالد، ربيع علي، عمر كابتن الفريق، ربيع علي كابتن، ربيع علي هو كابتن الفريق، كابتن الفريق عمر محمد شحاته، عمرو محمد شحاته، عمرو يحيى، محمود فتحي، محمد سليمان، اسلام عادل، والليبرو محمد حمدي ومصطفى محمد ليبرو تاني. طب كابتن يعني ماتشات الكاس دائما بتبقى ممكن فيها مفاجات وليها حسابات تانية خالص، لانه ماتش انا بكسبه وبعدي، شايف ده وارد النهارده ولا صعب؟ يعني حتى في ظل الغيابات، الثلاث غيابات اللي عندنا واللعيبه نجوم كبار غايبين عندنا، احمد سعيد قوه ضاربه يعني قويه جدا، هل في غياب اللعيبه دي هل ممكن نشوف يعني ازمه في مباراه النهارده في مباراه الكاس، خاصه ان الكؤوس دائما بتحمل مفاجات؟ اكيد طبعا مباراه الكؤوس طبعا بيبقى فيها مفاجات، بس ما اعتقدش ان النهارده هنشوف مفاجات، ان زي ما قلت لك كابتن محمد مصالحي عينه على كاس مصر، ان احنا السنه اللي فاتت ما توفقناش فيه، فطبعا السنه دي هيكون دافع للعيبه جامده جدا، ان احنا ان شاء الله السنه دي بالسكواد ده احنا قادرين ان احنا نكسب كل البطولات، فبطوله من البطولات المهمه السنه دي هي كاس مصر، عيننا عليها، فاعتقد ان النهارده مش هيبقى فيه مفاجات خالص، بخلاف كمان ان شاء الله كابتن محمد مصالحي عينه على مباراه الدوري. طب انت يا كابتن لو مكان ما كابتن محمد مصالحي ميدو، احنا يعني بنفكر مع بعض، تبتدي الماتش بكل قوه، يعني تبتدي بتشكيلك الاساسي، ولا تخش في مباراه تدريجيا، ولا يعني تفكر ازاي في سير المباراه؟ اكيد طبعا، يعني مباريات الكاس دايما، وكابتن محمد مصالحي معودنا ان هو بيبدا بالقوه الضربه، بعد كده بيبدا يشرك العناصر اللي ممكن الناشئين او العناصر اللي هي لسه مش جاهزه، بس في مباراه الكاس طبعا لازم هيبدا بالقوه الضربه على طول عشان تفادي للمفاجات. والنهارده من يعني في عنصر النهارده مهم قوي، احمد قطب عودته للتشكيل كبير. طبعا كابتن احمد قطب كان اصابه بقاله فتره طويله قوي، مزق في الخلفيه وفي الضمه، فطبعا عودته النهارده مهمه جدا. طب كابتن سريعا يعني ممكن سريعا عشان فاضل لنا دقيقه ونطلع لارض الملعب، ممكن مين يبتدي بيه كابتن محمد مصالحي ميدو؟ يعني لو قلنا في مركز 2 صانع العاب عبد الله عبد السلام مثلا، يمكن النهارده ممكن كابتن محمد مصالحي يبدا بعبد الله عبد السلام صانع العاب، احمد صلاح في مركز 2، يبدا في مركز 4 المحترف طبعا الامريكي، ومعاه ممكن احمد عبد العال، ليبرو محمد معوض، وفي مركز 3 هيكون محمد عبد المحسن ومحمد عادل. يعني ده التشكيل، حضرتك ممكن يبقى فيه اختلاف او حاجه ممكن بسيطة، يبقى لكن بس ده ممكن هو القوه اللي ممكن ينزل بيها كابتن محمد. اعتقد ان ده هي دي التشكيل الانسب للمباراه النهارده، بحيث ان احنا نبدا المباراه فول باور او بالكامل الاساسي، وبعد كده على سير المباراه كابتن محمد يبدا يريح اللعيبه ويبدا يشرك لعيبه الناشئين واللعيبه اللي هي مش جاهزه. توقعاتك للمباراه كابتن؟ لا ان شاء الله باذن الله 3-0 النهارده، مهم قوي ان احنا نخلص الماتش 3-0 النهارده عشان نبدا نستعد لمباراه الدور قبل النهائي للدوري. الدور قبل النهائي، وشايف ممكن يبقى في سكور قريب في ال 3-0، ولا ممكن يبقى السكور يعني مريح، ولا ده على حسب سير المباراه؟ طبعا هو على حسب سير المباراه، بس طبعا كابتن محمد مصالحي والنادي الاهلي بيعتمد على الارسالات القويه وحوائط الصد، فان شاء الله مع الارسال القوي مع الحوائط الصد ان شاء الله المباراه هتكون في صالح النادي الاهلي 3-0 باذن الله، وان شاء الله ما الدنيا ما تتأزمش النهارده والماتش يخلص على طول باذن الله ان شاء الله. كابتن كريم بشكرك، اعزائي المشاهدين خلينا نروح لارض الملعب ومعلقنا الكابتن عزب الشرباجي لنقل احداث كره الطائره رجال، مباراه كره الطائره رجال للاهلي وطنطا، فالى هناك.